مساء الخير اصدقائي ومتتبعي يوسف التكنيسيان في حلقات اليوم. اليوم ان شاء الله نشوف معكم طريقه توصيل جهاز المونيتري وايضا التحكم في الاناره من عده اماكن. حلقه مهمه جدا، ما نساوناش من لايك للفيديو والتعاليق وشكرا للجميع. ساحتاج في هذا التركيب اي تركيب المونيتري الى قاطع يعني اونيبولير يعني فاز نوتر 220 فولت كيخرج لنا 220 فولت، دونك هذا اونيبولير دونك قاطع عادي كنجيب له لاليمونطاسيون ديالو يعني التغذيه ديالو كنجيبها من القاطع التفاضلي او الديجونكتور ديفيرونسييل. بالنسبه هذا هو جهاز المونيتري ديالنا، دونك يتريقل لو طومبوريزاتور ديالو من 30 سكوند حتى 30 حتى عفوا حتى 10 دقائق. دونك هنايا كدير التشغيل يعني مانيال يعني دائما في هذا هنا فاش كطلع هذا الزر هذا كيكون دائما شاعل، من لما كتخليه اوتوماتيك دونك كتهبطوا لهذا الزر هذا. فوالا عنده هنايا الان والان يعني الفاز والنوتر التغذيه ديال الجهاز، وعنده 3 4 دونك هذا كونتاكت يعني لما كيت اكسيتالو لا طومبوريزاتور ديالو كيدوز لنا يعني الفاز الرقم 4 وكيدي لنا المصباح. دونك غادي نشوف معكم الطريقه ديال التوصيل طبعا. دونك هذا هو جهاز المينيتري بسيط جدا. عندي هنا ثلاثه ديال لي بوطون بوسوار، الا كنت انت غتستعمل 4 5 دونك غادي نشوف معكم الطريقه بسيطه جدا. عندنا هنايا مصباح ومثبت المصباح لادوي، دونك طريقه بسيطه غادي نشوف معكم الاخوان. تبع غير الفيديو، تبع غير الفيديو وسير بهاد الخطوات اللي غادي نعطيك، ما تحتاجش صعوبة نهائيا. دونك أول حاجة شنو غادي دير؟ غاتشانتي لي بول ديال من ديال هاد الثقب ديال ثلاثة ديال مثلا عندك ثلاثة، غاتشانتيهم بلي فاز ثلاثة بهم وتعطيهم فاز. فوالا غادي ناخذ بهاد الطريقة هادي بسيطة، غاناخذ السيف الأول هنا في عفوا في البوطون بوسوار الأول. دونك تبع الفيديو مزيان، ما عمرك غادي تحتاج تسول او شي حاجه. فوالا غادي ناخذ السيف الثاني لهنا وهنا غادي نزيد معاه الفاز. دونك فوالا كنوصل يعني لي زانتيريبتور بثلاثه بهم لي بوطون بوسوار عفوا بالفاز، كنغديهم بالفاز ثلاثه بهم او ميم طون كندير لاشانت بيناتهم. فوالا وهنا كنعطيه لهذا المكان هذا وكنخرج معاه السلك هو اللي كيجيب لنا ليمونطاس. فوالا بهذه الطريقه هذه ما تحتاجش شي صعوبه كثيره. دونك في رمشه عين يمكن لك تصاوب جهاز توصيل جهاز المينيتر. دونك فوالا هنا وصلت يعني لي زانتريبتور بثلاثه بهم بالفاز. كذلك نفس الطريقه غادي ندير الروتور. دونك هادو كيتسمى تركيب باراليل باش يعني شحال ما بغيتي دير ديال لي بوطون بوسوار دير حتى 10. دونك كديرهم بهذه الطريقه هكا كتجمعهم. دونك فوالا كنوصل هذا بالروتور ديالو كنوصلو لهاد الطرف هذا، وايضا غادي نزيد معاه سلك اخر يمشي لنا البوطون بوسوار الاول. دونك فوالا طريقه بسيطه 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 جدا. تبع غير الفيديو من اول فيديو تعلم طريقه توصيل جهاز المينيتري شحال ما كان عندك من موضع، سواء دو بوزيسيون، تروا بوزيسيون، كاتر بوزيسيون، 10 بوزيسيون اللي كان. دونك كتخرج ايضا السلك معاه من هذا المكان هذا اللي هو الرودوت. فوالا دونك طريقه بسيطه بسيطه بسيطه. دونك هنا كدير الروتور كتجمع الروتور بثلاثه بهم وتجمع لي فاز بثلاثه بهم. فوالا الروتور بثلاثة وكتخرج روتور واحد وتجمع لي فاز بثلاثة وتخرج فاز واحد، ماشي ثلاثة ديال لي فاز يعني ثلاثة ديال الأماكن ديال لي فاز. دونك فوالا هنا سالس. دونك فوالا كتشانتي ثلاثة بهم وكتخرج فاز، شانتي لي روتور بثلاثة بهم وتخرج الروتور. فوالا هكا كنكون ساليت الأمر ديالي بالنسبة لي بوطون بوسوار. دونك هادو لي بوطون بوسوار أنا ساليت من الأمر ديالي. دونك فوالا الان شنو اللي بقى ليا؟ بقى ليا الكابلاج ديال المينيتر، ندير غير الاستيتيك ديالي فقط. فوالا الان شنو غادي ندير؟ هذا هو المصباح ديالي. دونك شنو غادي ندير؟ هذا هو الفاز. دونك الفاز كيمشي للبوطون بوسوار، هذا هو المكان ديال الفاز، وكنشانتيه مع رقم واحد والال ديال جهاز المينيتر. نركب الجهاز المينيتري في المكان ديالو بهذه الطريقه هذه. فوالا اذا هذا هو الفاز، ونشانتي الفاز مع المينيتري ايضا من القاطع للمينيتري. اذا كنغدي القاطع
بالفاز من ديجونكتور ديفيرونسيال، السورس ديالو هو اللي كيمشي لنا البوطون بوسوار، وايضا كيمشي لنا الان ديال الجهاز المينيتري. دونك فوالا بالنسبه للنوتر، دونك فوالا النوتر هو هذا القطب ديال النوتر، وكنشنطيه ايضا مع جهاز المينيتري في المكان ديال النوتر. دونك فوالا عنده الان وعنده الان، دونك كتكون مكتوبه فيه. دونك الان النوتر كنوصلو للجهاز المينيتري، كنوصلو مع القاطع ايضا بطريقه بسيطه جدا. فقط عليك تتبع معنا الفيديو، وما تنساوناش التشجيع ديالكم، وشكرا للجميع. اذا عندي بقى لي سلك ديال الروتور، وعندي سلك ديال من اللي درنا الروتور باش يوصلنا الفاز المصباح. دونك فوالا هذا هو رقم 4 ديال المصباح، هو رقم 4 كيمشيو بالترتيب، وهذا هو رقم 3. دونك فوالا كنوصل رقم 4 مع المصباح، ورقم 3 هو الروتور ديال الفاز. يعني لما كيوصل الفاز للرقم 3 ملي كندير، عفوا هذا راه تحيد من المكان ديالو. دونك لما كنأكسيوني سير البوطون بوسوار، دونك لما كيوصل 3 لهنايا المينيتري كيحسب، كيدوز لنا الفاز المصباح، وكيحسب لنا المده وكيقطع. دونك فوالا غادي نوصل الروتور ديال البوطون بوسوار الرقم 3. دونك الفاز غادي نولي نزيرو في المكان ديالو. دائما الاسلاك تاكدوا منها مزيان تكون في المكان ديالها. فوالا الان ساليت الامور ديالي، يعني في رمشات عين يمكن لي نوصل الجهاز ديال المينيتري. دونك فوالا عنده الان والان، الان كنوصلو بالفاز، وكنشانتي مع البوطون بوسوار، وكنشانتيهم بثلاثه بهم في نفس الثقبه لي باراليل. بالنسبه للروتور كنشانتيهم بثلاثه بهم، وكنديه الرقم 3. رقم 4 كيمشي لنا المصباح، النوتر كيتشنط مع الان ديال المينيتري ومع القاطع يعني النوتر. فوالا النوتر كيجي مباشره للان، كيمشي لنا مباشره للمصباح. الامر بسيط جدا. الان الا طلعت لاليمونطاسيون، دونك كيأكسيوني كيشعل لنا يعني شنو سميتها المصباح ديالنا. دونك لما كدوز لنا 30 سكون، دونك كيقطع لنا. انا درته في كقيمه دنويه يعني 30 سكون، انت الا درتيه دقيقه ونص دقيقه على حسب، لما يكمل ذاك الوقت ديالو غادي يقطع لنا. دونك هذا هو جهاز المينيتري، طريقه التوصيل والتحكم في الاناره من عده اماكن. يعني يمكننا ناكسيونيو من هنا، يمكننا ناكسيونيو من هنا، يمكننا ناكسيونيو من هنا، يعني ثلاثه ديال الاماكن. دونك كنستعملوه غالبا في الدروش، علاش؟ باش الاناره، باش الى الدراري الصغار او الكبار يعني ما كياكسيوني كتخلي الاضاءه شاعله. دونك فوالا كيف كتقطع، يعني يمكن لي نشعل من هذا المكان هذا، باش ما كد يعني الاضاءه ما كتبانش شاعله، يعني كتقطع اوتوماتيكمون من بعد ديك المده اللي عاطينا. دونك هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم، هي طريقه توصيل الجهاز المينيتري، وايضا التحكم من عده اماكن اولا لي 3 بوزيسيون. يعني انت يمكن لك دير 4 بوزيسيون، يعني تزيد هنا واحد، تزيد شحال ما بغيتي. دونك فقط كتشنطيهم باراليل. دونك حلقه مهمه جدا. الى حلقه مقبله بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله.